الرمان من زي ما حكينا هلا موسم الرمان. وعن موضوع انه له فوائد بالشتاء، انه موضوع بانه بقتل الفيروسات، صحيح؟ فيه مواد مضاده للبكتيريا والفيروسات، صحيح. نقل العدوى مفيد للمناعه جدا. يعني دائما انا اول نصيحه بقولهم انه لما الفواكه تكون بموسمها استغلوها، لانه بموسمها يعني جاي بموسم الاستفاده الكامله تبعتها بالموسم تاعها. هلا اذا بدنا نحكي على الفائده، اول شيء نص كوب من الرمان ولا شيء تقريبا 60 سعره حراريه، غني جدا بالالياف المفيدة، 3.5 جرام ألياف، تقريبا حصة من النشويات يعني نعتبرها. مفيد لعدة أشياء، اللي بيميز الرمان اللون، عشان هيك عم بقول لك في رمان. لا هذا دلال رمانية. دلال تفضلي. هاي بندوقها انا وياك يا سمير، لما نحط لك عليها بعدها بنحكي بندوقها. عاده بنضيف لها رشه زيت زيتون بس عشان مفيده بعدين هاي بروتين هلا اللي بيميز الرمان، بتعرفوا لون الرمان الاحمر هذا اللي فيها ماده فعاله اللي بنسميهم احنا الفايتوكيميكلز، مواد مضاده للاكسده. المميزه بالرمان الفلافينويد، موجوده بالرمان وعصير الرمان، حتى قشره الرمان في ناس بيستخدموها لخصائص علاجية مفيدة جدا. هلا بإيش مفيد؟ أول إشي مفيد للبشرة، بيعمل لتجديد خلايا البشرة، فالستات اللي حابين يهتموا بشرتهم الرمان من الفواكه الحلو تدخلها بنظامنا الغذائي. فيه المواد الموجودة فيه مضادة للسرطان، يعني بيساعد في الوقاية، وإحنا كمان شهر 10 كان شهر التوعية بالوقاية من أمراض السرطان، فهو من الفواكه اللي حلو ندخلها لأنه له خصائص مضادة للسرطان. زي ما حكيت قبل ليش بيحمي من المناعة، لأنه فيه مواد بنسميها أنتي مايكروبيال، يعني مواد مضادة للميكروبات والفيروسات، كمان بيساعد على الهضم. عصير الرمان مفيد جدا. هلا بنقدر ناخذ رمان، بس في ناس بيحبوا عصير الرمان، انا بقولهم نص كوب من عصير الرمان بحسب اكثر من دراسه قراتها بيساعد على خفض ارتفاع ضغط الدم. فاللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، دهنيات، بيقلل من ال دي ال الكوليسترول الضار، فهدول حلو ندخله بالحميات تاعتنا لانه مفيد جدا. فيه نسبه من فيتامين سي، فيه نسبه من البوتاسيوم معتدله، فكمان عشان هيك بيحمي من أمراض القلب وأمراض ارتفاع ضغط الدم. ونسبة الألياف اللي فيه المعززة للمناعة، لأنه بتعزز البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، وبعدين ما كتير بيرفع نسبة السكر في الدم. للحصة أكيد مش رح ناكل نفرط ثلاث أربع رمانات وناكلهم، حصة يعني بتقدر تاكل يعني ثلاث أربع رمانات كثير ناكلهم، مش يعني معقول سمير كثير نفرط ثلاث كثير هذول أدوقها. كيف مش معقول نفرط ثلاث أربع رمانات؟ لا مش معقول لشخص واحد. هلا الحصة النص كوب تقريبا 67 سعرة حرارية، يعني الكمية اللي حطتها على الصحن تقريبا على وجه الصحن روان. يعني كم معلقة مثلا من هاي؟ يعني بيطلعوا لك، لا بيطلعوا منيح، يعني ممكن تعبي شيء 6 معالق 7 معالق. ممتاز. فيها 67 سعره حراريه، ممتاز. وتقريبا فيها نسبه بسيطه من البروتين، وكمان فيها زي ما حكينا فيتامين سي، بوتاسيوم، مغنيسيوم. كمان عصير الرمان منيح للرياضيين لاستشفاء العضله، يعني اللي بركضوا مسافات طويله كذا ياخذوا كوب من عصير الرمان بعد التمرين. هذا شيء ممتاز جدا، بدي ادوقها مش قادره. طيب تفضلي. لازم ادوق عشان اخبركم. طيب حكينا. زاكيه كثير طيبه، صحه وهنا. القرشه مع الحموضه، تعال احكي لك هيك دائما بسمع فيها. بدك تعلمني كيف اكلها؟ بقول لك كيف تنذاك. بس استنى، اذا لا مش مشكله، اذا سمير بدك لا ايوه يا عيني يعني يعني ما بزبط هاي عشان يعني احنا للدكتوره ما حطينا الزيت. بس أيوة. لا ايش يا روان؟ لا طبعا هيك بدك، هيك الاصول، هيك الاصول. يعني طبعا كل معلقه صغيره 45 سعره، يعني خربت السعرات يا سمير. شايفه هاي ست العزيزه؟ لا روان بدك تعطيني صحن صغير، صحن من غير زيت. بدي يا بيي شو بتغلي يا دكتوره؟ كلي شويه زيت عادي، كثير زاكيه صراحه. اسمعي كثير بيزبط فطور. انا كثير بسمع عنها الرومانيه بس ما عمري اكلتها، بس على فكره بتزبط فطور. بعدين مغذيه جدا، في عندك الياف، مش بس الياف بالعدس والياف بالرمان، وفيها نسبه بروتين والياف عاليه. تحرصي لما تمسك الصحن فيها عصير ليمون. لازم تغمسه. لا روان هذا حبيبتي بطعمي ثلاثة، قدي لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بطعمي ثلاثة. كثير طيبة، كثير طيبة. وبعدين هذا الطبق عن جد مغذي، يعني وجبة متكاملة من ألياف، وجبة متكاملة من نشويات، من فيتامينز، يعني ممكن يعني كمان طيب وجبة عشاء للرجل، الفلفل الحار، زيتون. دائما بيسألوني ايش في اشياء بالليل بتشبع، دائما بقولهم ادمج بروتين وألياف.
يعني احنا بروتين العدس اوكي في نسبه كاربس بسيطه بس هاي الوجبه مشبعه جدا، يعني لما تاكلي وجبه بسيطه اللي يعني مش اللي عامل دايت ما فيش داعي للخبز، اللي مش عامل دايت زي سمير يدق بالخبز خلص تمام. طيب شو في فوائد اخرى كمان رومان تحكي انت؟ حكينا كمان للبشره وحكينا كمان مريض السكري، هذا دائما بيسالوني هل مريض السكري دائما هذا اول سؤال هل بيقدر ياكل للذاكره طبعا. هلا في زي ما حكينا الفايتو كيميكلز المواد مضاده للاكسده الموجوده بالرمان عده انواع، حتى زي ما قلت لك في رمان لونه اسود اغمق هذا شفته على فكره عندنا بالاردن بيقربد من القرى اللي هناك مزارع الرمان. في كمان هذا زارعين منه كتير فيه مادة الأنثوسينين هاي اللي بتساعد في مشاكل القلب، وكمان كتير عندنا هدول المواد المضادة للأكسدة منيحة لا نقدر نحكي للذاكره وتفتيح الدماغ اكيد. بس كنت تحكي بالنسبه لمريض السكري حكيتي مريض السكري هلا احنا دائما مريض السكري القاعده الاساسيه بيقدر ياكل من كل انواع الفواكه، بس ما تكون مثلا مسموح له 3 حصص في اليوم، مش كلها مثلا تيني مجفف فواكه مجففه وإشي عالي جدا بالسكر. الرمان ما كتير بيرفع مؤشر الجلايسيمي مش كتير عالي، بيقدر يتمتع بنص كوب من الرمان بياخذ هيك الفوائد الغذائيه انه يحافظ كمان على نسبه السكر عنده. الشطاره انه ما ياكل 3-4 أنواع فواكه مع بعض، ممكن بعد الغداء بساعه ساعه ونص ياخذ زي تحلاي اللي هي الرمان او مع العشاء، وكمان على السلطات لو كميه بسيطه ما بنحسبها يعني هاي شيء بسيط بالحميه ما بياثر عليه. تمام. انا ركزت عن موضوع ركزت عن موضوع البروتين مع الالياف، هذا لما يكون الواحد عنده بروتين بشبع عشان طبعاً الواحد يستفيد من هاي، لانه عندنا بهذا الطبق شو مميزه انه في الياف عاليه من الرمان والباذنجان وعندنا الالياف الموجوده بالعدس كثير طيبه. دكتور يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك.